السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جلال ابراهيم. ان شاء الله النهارده معانا موضوع الاكسبت بوستيريور بجنبي، بس على الناس يا ريت اللي ما سمعش النورمال ليبر واللي ما سمعش السكيم بتاع المال برزنتيشن يسمعها الاول وبعدين يجي يسمع الفيديو ده. ان شاء الله معانا النهارده طيب في مال برزنتيشن اسمه الاكسبت بوستيريور، وده عبارة عن ان الطفل عادي يا شباب خالص بيبقى نازل بالهيد، لكن كل الفكرة ان الاكسبت بيبقى دايركت بوستيريور، يبقى ده عبارة عن فيرتيكال برزنتيشن وذ الفيتال باك، الفيتال باك دايركتد باكورد، الباك بتاع الفيتس بتبقى دايركتد باكورد وبالتالي الاوكسيبت بتبقى دايركتد باكورد. طيب احنا عندنا يا شباب الاوكسيبت بوستيريور دي نوعين اتنين، يا اما رايت اوكسيبت بوستيريور الاوكسيبت يبقى دايركتد باكورد بس يمه الرايت، يا اما دايركتد باكورد يمه الليفت، يا اما رايت اوكسيبت بوستيريور يا اما ليفت اوكسيبت بوستيريور، يبقى الاوكسيبيتال بوستيريور بوزيشن يا اما رايت يا اما ليفت اوكسيبيتال بوستيريور. ايه هو الليفت ايه هو الاوكسيبيتال بوستيريور ده اصلا؟ ده عباره عن مال فيرتيكال مال برزنتيشن في الفيتال باك بتبقى دايركتد ايه؟ بتبقى دايركتد باكورد وبالتالي الاوكسيبيتال دايركتد باكورد، وهو نوعين يا اما رايت اوكسيبيتال بوستيريور يا اما ليفت اوكسيبيتال بوستيريور. في بس معلومه بتقول ان الرايت اوكسيبيتال بوستيريور اكتر من ليفت اوكسيبيتال بوستيريور، لان الرايت اوبليك دايمتر اطول من ليفت اوبليك دايمتر. الرايت اوبليك بس يا شباب دي الاوبليك دايمتر، الرايت اوبليك دايمتر بيبقى اطول من الليفت اوبليك، بيبقى اطول من الليفت اوبليك دايمتر، يبقى الرايت اوبليك اكتر من الليفت اوبليك. كمان البلفيك كولون بيبقى موجود على الليفت، البلفيك كولون بيبقى موجود على الليفت. كمان الديكستر روتيشن اوف زيترس، يعني ايه ديكستر روتيشن اوف زيترس؟ بكل بساطه احنا عارفين ان اليوترس بيبقى النورمال بوزيشن بتاعه بيبقى دايركتد فورورد وبيبقى نايم على البلادر وبيبقى شويه جاي يمه الرايت سايد، وبالتالي البوزيشن بتاع اليوترس بيفيفر ان الطفل يبقى موجود على اليمين، يبقى رايت اوكسيبيتال بوستيريور. يبقى تمام الديفينيشنز بتاع المال برزنتيشن بتاع الاوكسيبيتال بوستيريور قلنا بيبقى عباره عن فيرتيكال برزنتيشن بيبقى فيه الفيتال باك بتبقى دايركتد باكورد، بس دايركتد باكورد يا اما ورا ويمه اليمين يا اما ورا ويمه الشمال، ورا ويمه اليمين اكتر من ورا ويمه الشمال قلنا للاسباب دي، لان لونجر البلفيك كولوم موجود على الليفت ديكستر روتيشن اوف زيترس. الايتيولوجي بتاعتنا قلنا الاسباب بتاع الاكسيبيتال بوستيريور، السكيما بتقول يا اما مشكله في الباسج يا اما مشكله في الباسنجر يا اما مشكله في الباور. ترجع للسكيما، انا هاخد النقط المضيئه بس هنا او النقط اللي تلزمني هنا. احنا قلنا المشكله في الباسج اول سبب او الموست كومن كوز بيعمل اكسيبيتال بوستيريور هو الاندرويد بلفس، الحوض اللي بيبقى على شكل القلب، وبالتالي الترانزفيرس اند الاوبليك دايمترز بتاعته بتبقى ضيقه، فالطفل يحاول يأكومديت الدايمترز الضيقه دي بان هو ينزل اوكسيبيتال بوستيريور. تمام يبقى الاندرويد والانتروبيك بلفس هي نفس الفكره. تمام الانتيرير انسرشن اوف بلاسينتا زي اللي انتم شايفينها في الصوره دي، البلاسينتا لو موجوده انتيرير الطفل هيحاول يأكومديت وضع البلاسينتا دي بان هو ياخدها في بطنه في الكونكافيتي بتاع البطن، وبالتالي هيخلي الباك ايه؟ الباك يمت ورا باكورد، الباك بتاع الفيتس هتبقى باكورد، وبالتالي هيبقى ايه؟ البرزنتيشن بتاعه هيبقى اوكسيبيتال بوستيريور، اوكسيبيتال بوستيريور، يبقى انتيريور انسيرشن اوف بلاسينتا. تالت حاجه ماينور ديجري اوف كيفوزيس، ودي بتبقى عباره عن اماتر اوف اكوموديشن، ان الفرتبرال كولوم بتاع الام والفرتبرال كولوم بتاع الجنين يبقوا واخدين ايه؟ ان هم يبقوا داخلين في بعض، وبالتالي لو الام عندها ماينور ديجري اوف ماترنال كيفوزيس بمعنى اصح عندها لامبر لوردوزس ده برضو بسبب من اسباب الاوكسيبيتال بوستيريور. المهم اللي انا اعرفه من السلايد الاولانيه ان الاوكسيبيتال بوستيريور له تو بوزيشن، يا اما رايت اوكسيبيتال بوستيريور يا اما ليفت اوكسيبيتال بوستيريور، والرايت اوكسيبيتال بوستيريور اكتر من ليفت اوكسيبيتال بوستيريور، لان الرايت اوبليك دايمتر اطول من ايه؟ لان الرايت اوبليك دايمتر اطول من ليفت اوبليك دايمتر. موست كومن كوز بتاع الاوكسيبيتال بوستيريور هو الاندرويد بلفس. الاسباب بتاعته قلنا المشكله في الباسج يا اما مشكله في الباسنجر يا اما مشكله في الباور، ولكن احنا عندنا هنا بنقول ان المشكله في الباسج هي اكتر موست كومن برزنتيشن هو الاندرويد بلفس. نخش على الميكانيزم اوف ليبر. كل الحكايه يا شباب ان احنا بنقول ان الطفل لو نزل في وضع الاوكسيبيتال بوستيريور دماغه بتبقى في الوضع ايه؟ في الوضع ده بالراحه كده. احنا قلنا الهيد في الوضع النورمال ليبر في الوضع الاوكسيبيتال انتيريور بتبقى فولي فليكسد، فولي فليكس. تمام قال لك والله احنا جينا بصينا في الوضع الاوكسيبيتال بوستيريور لقينا الهيد مش فولي فليكس فيها ديجري اوف ديفليكشن. يعني ايه ديجري اوف ديفليكشن؟ يعني الهيد بتبقى راجعه لورا شويه يا شباب، راجعه لورا شويه. يعني لو قلنا ده الوضع الفول فليكشن اهو الهيد عندنا بتبقى هنا كده، تمام؟ يبقى مش فولي فليكس. طيب
فالناس قالت ان الوضع الفول فليكشن ده او كلمه فليكشن دي احنا حجزناها للاوكسيبيتو انتيريور، فاحنا عايزين هنا كلمه للاوكسيبيتو بوستيريور تبقى خاصه بيه. قال لك والله تمام، احنا هنقول ان الهيد القريبه لوضع الفليكشن بنسميها سلايتلي ديفليكسد. يعني ايه سلايتلي ديفليكسد؟ يعني هيد اقرب الى وضع الفليكشن، الهيد بتبقى اقرب الى وضع الفليكشن. تمام تمام ولكنها مش فولي فليكسد. طيب انت سميت لها ليه سلايتلي ديفليكسد؟ قلنا لان كلمه فليكشن دي احنا حجزناها للاوكسيبيتو انتيري، يبقى الهيد اما سلايتلي ايه بتبقى سلايتلي ديفليكسد، او احنا عندنا ديجري اوف ديفليكشن. يا والله قال لك الديفليكشن ده بنقسمه انواع، يا اما مايلد يا اما قصدي سلايت، يا اما مايلد يا اما مودريت يا اما سيفير، وده كله على حسب ايه؟ على حسب وضع الهيد. الهيد مثلا هنا لو هنقول البوزيشن ده سلايتلي ديفليكسد ماشي، فهو الطفل دماغه هتبدا ترجع لورا، مودريت هتبدا ترجع لورا شويه، هتبقى ايه؟ هتبقى سلايت مايلد مودريت سيفير، كل ده الهيد بتبقى واخده وضع الرجوع لورا، الهيد بترجع لورا. يعني بمعنى اصح الهيد في وضع الاوكسيبيتو بوستير بتبقى سلايتلي ديفليكس. يعني ايه سلايتلي ديفليكسد؟ يعني الهيد مش واخده وضع الفول فليكشن، ولكن هي الاقرب الى وضع الفول فليكشن، اقرب الى وضع الفول فليكشن. طيب الخطوه اللي انا عايز اعرفها من السلايد اللي انا جبتها قدامكم دي، يعني ان الهيد فليكسد، الهيد قصدي سلايتلي ديفليكسد، الهيد ايه؟ سلايتلي ديفليكسد. ايه السبب اللي بيعمل الديفليكشن ده او الهيد ديفليكسد؟ صح، مش هنقول له سلايد بقى، احنا قلنا الفليكشن الديفليكشن درجات. تمام تمام الديفليكشن ده ايه اللي بيعمله؟ قال لك والله في وضع الاوكسيبيتو بوستيريور البيبي وهو نازل البلفس بينزل بتو دايمترز، بينزل بالباي برايتال دايمتر والباي تمبرال دايمتر. وجدوا ايه بقى؟ ان الباي برايتال دايمتر وهو داخل البيبي وهو نازل الحوض، الباي برايتال دايمتر بيروح يعشق في الساكروكوتيلويد دايمتر اللي هو ده الدايمتر ده، باي برايتال دايمتر، اسف، باي برايتال دايمتر بيروح يعشق في الساكروكوتيلويد دايمتر. وقالوا ان الباي برايتال دايمتر ده دايمتر واسع طوله حوالي 9.5 سنتي، والساكروكوتيلويد طوله حوالي 9.5 سنتي، وبالتالي الباي برايتال دايمتر اللي هو الاقرب الدايمتر الاقرب الى الاوكسيبت بيروح يتحشر في الساكروكوتيلويد دايمتر. يبقى دي اول حاجه، يبقى الباي برايتال نزل الحوض اتحشر فين؟ في الساكروكوتيلويد. في حين لقوا ان الباي تمبرال دايمتر اللي هو البرايتال اللي الدايمتر اللي انا رسمته ده، لقوا ان الباي تمبرال دايمتر ده بيخش الحوض في الاوبليك دايمتر، والاوبليك دايمتر ده واسع والباي برايتال ده صغير 7.5، وبالتالي هو بيخش الحوض في فين؟ في دايمتر واسع وهو اصلا دايمتر صغير. هنا بقى يحصل ايه الكلام؟ قال لك انت عندك تو دايمترز الهيد، باي برايتال اتحشر اللي هو يمه ورا يمه الاوكسيبت اتحشر للباي برايتال في الساكروكوتيلويد دايمتر 9.5 سنتي، والدايمتر اللي قدام اللي هو الباي برايتال دايمتر، الباي برايتال دايمتر نزل عادي في الاوبليك دايمتر والدنيا حلوه، فالهيد نزلت من قدام اسرع من ورا، فدرجه النزول للهيد من قدام اللي هي الباي تمبرال اللي نازله في الاوبليك دايمتر نزلت اسرع من ورا. ليه اسرع من ورا؟ لان الباي برايتال دايمتر محشور فين؟ في النارو في النارو في النارو ساكروكوتيلويد دايمتر تقريبا ل 2.9 سم، لكن الباي تمبرال دي بيبقى حوالي 7.5، والاوبليك دايمتر طبعا بيبقى كبير فبيعدي ايه؟ بيعدي فيه، فدرجه الديسند بتاع الهيد انتيريورلي بتبقى ايه؟ اكتر شويه من ايه؟ من بوستيريورلي، فبالتالي الهيد تبقى ايه؟ تبقى ديفليكس، يبقى دي سبب ايه؟ الديفليكشن. تمام تمام احنا عرفنا يعني ايه الديجري اوف ديفليكشن، عرفنا يعني ايه الديجري اوف ديفليكشن، وفهمنا ايه اللي بسبب الديجري اوف ديفليكشن. قلنا لان الوايد باي برايتال دايمتر بينتر الفيلفس في النارو ساكروكوتيلويد دايمتر، وايل السمولر باي تمبرال دايمتر انتر ايه في الاوبليك دايمتر، سو الديسند فيرست ليدنج تو ايه ديفليكشن. الباي برايتال دايمتر دي بيبدأ منين يا شباب عشان تبقوا فاهمين معايا برضو؟
الاسف الساكروكتايلويد بيبدا من السكرم يروح على الاليوبكتينيه الايمينس، لكن الاوبليك دايمتر بيبدا من الجوينت يروح على الاليوبكتينيه الايه ايمينس، وبالتالي الساكروكتايلويد دايمتر اقصر من الاوبليك دايمتر. تمام. في بقى معلومه بكده قلت لك از ريزلت اوف ديفليكشن، بسبب الديفليكشن ده الاكسبتو فرونتال 11 ونص انتر البلفس، يبقى الانجيجمنت دايمتر في حاله الاكسبتو بوستيرير هو الاكسبتو فرونتال ايه دايمتر، الانجيجمنت دايمتر انتر البلفس اند كوزز ديلايد ايه انجيجمنت. تمام. كلمه واحده هنحدد على اساسها الميكانيزم اوف ليبر، هي كلمه الديجري اوف ديفليكشن. الديجري اوف ديفليكشن، تعالى كده نتكلم مع بعض واحدة واحدة. بصوا يا شباب، الديفليكشنز بتاع الهيد بيتقسم لأربع حاجات، يا إما سلايتلي فليكسد، يا إما مودريت، يا إما مايلد، يا إما مودريت، يا إما سيفير. تمام. السلايتلي فليكسد بيبقى الوضع زي ما انت شايف كده، الهيد بتخبط السنس الهيد بتخبط بالأكسبت الليفيتور إناي بسمول سيرفيس اري، والمايلد سيرفيس اريا بتبدا تزيد شويه، المودريت بتزيد اكتر، الايه السيفير ده الاكسبت ما بيخبطش اصلا، ده السنسبت اللي ايه اللي بيخبط. في قاعده بتقول، ماشي، قاعده بتقول ايه؟ كلما قلت الديفليكشن الديجري اوف ديفليكشن، يعني انت اقرب الى وضع الفول فليكشن، كلما قلت الديجري اوف ايه اوف ديفليكشن، كلما قلت السيرفيس اريا اللي بتخبط الليفيتور انار. تمام. كلما زادت قوة الخبطة واللفة في الحوض. تمام. يبقى القاعدة عندنا بتقول ايه؟ كلما قلت الديجري اوف ديفليكشن، كلما قلت السيرفيس اريا اللي بتخبط الحوض، كلما زادت قوة الخبطة واللفة في الحوض. تمام. اركن القاعدة دي ايه على جنب. القاعدة التانية بتقول تخبطني خبطه جامده راح الفك لفه جامده، تخبطني نص نص راح الفك نص نص، تخبطني ما تخبطنيش خالص مش هلفك خالص، تخبطني بالعكس راح الفك بالعكس. نبدا بقى واحده واحده كده. لو الهيد سلايتلي فليكس سلايتلي ديفليكسد، يعني اقرب الى وضع الفول فليكشن، الاكسبت هيخبط الليفيتور ايناي بسمول سيرفيس اري، سمول سيرفيس اري، وبالتالي قوة الخبطة هتبقى جامدة وقوة اللفة بالتبعية هتبقى جامدة. يبقى انا بتكلم فين دلوقتي؟ انا البوزيشن النورمال بتاع الاوكسيبيتو بوستيريور دي الرايت اوكسيبيتو بوستيريور، في كل الحالات الوضع ده ثابت معايا. طيب الرايت اوكسيبيتو بوستيريور ده يا شباب، لو انا جيت اطبقه هنا اللي هو على النقطه دي في الرسمه، النقطه دي الرايت اوكسيبيتو بوستيريور، انا هاخد الوضع ده اطبقه في كل الحالات. الوضع ده لو انت سلايتلي وانت مايلد وانت مودريت وانت سيفير بالراحه كده، دي الرايت اوكسيبيتو بوستيريور اهو. لو الهيد سلايتلي فليكسد اقرب الى وضع الفليكشن، هتخبط بسمول سيرفيس اريا، وبالتالي قوه الخبطه هتبقى جامده، وبالتالي قوة اللفة هتبقى جامدة. يبقى تخبطني خبطة جامدة راح الفك لفة جامدة، انت خبطتني خبطة جامدة بسمول سيرفيس اري هلفك كام بقى؟ هلفك لفة جامدة. اللفة الجامدة دي قد ايه؟ 3 على 8 من الدايرة، 3 اتمان دايرة، يعني هلفك من الوضع الرايت اوكسيبيتو بوستيريور للوضع الدايركت اوكسيبيتو انتيريور، من الوضع الرايت اوكسيبيتو بوستيريور للوضع الدايركت اوكسيبيتو ايه انتيريور. وده اول قاعده، تخبطني خبطه جامده روح الفك لفه جامده. القاعده بتقول كلما قلت الديجري اوف ديفليكشن، كلما قلت السيرفيس اريا، كلما زادت قوه الخبطه. يبقى دي اول حاجه. طبعا دي كونتينيو از نورمال، لان دي نورمال دايركت اوكسيبتو انتيريور. تمام. ندخل على اللي بعدها. انت دلوقتي الديجري اوف ديفليكشن زادت شويه بقت مايلد، السيرفيس اريا قلت زادت، وبالتالي القوه قلت، يبقى تخبطني نص نص روح الفك نص نص، رايت اوكسيبيتو بستير خبط هحركه ايه لفه نص نص، يعني 1 على 8 من الدايره، 8 دايره، هجيبه من الوضع الرايت اوكسيبيتو بستيريور للديب ترانزفيرس اريست، الوضع ده
اسمه ايه؟ ديب ترانزفيرس اريست، ديب ترانزفيرس اريست من رايت اوكسيبيتو بستيريور، هلفه واحد على 8 من الدايره، هيبقى اسمه ديب ترانزفيرس اريست. تمام. دي بيمثل كام؟ 1%. دي المايلد. المودريت يعني ايه؟ الاوكسيبيت والسنسبت خبطوا الليفيترو ايناي في نفس الوقت، ودي ما تعتبرش خبطه، يبقى ما تخبطنيش خالص، مش هلفك خالص. انت نزلت خبطت بالاوكسيبيت والسنسبت ات ذا سيم تايم، هسيبك زي ما انت رايت اوكسيبيتو بستيريو، او بعد اللفه بقى وبعد الـ الكلام ده بنسميه بريزيستنت اوكسيبيتو بستيريو، ما تخبطنيش خالص، مش هلفك خالص. طيب دول مصيرهم ايه شباب؟ طبعا اف نوت انجيجد، لو ما حصلش انجيجمنت دو سيزيريان. اف انجيجد ماشي، بقول لك ممكن تعمل روتيشن يا اما مانوال يا اما بالفورسبس يا اما بالفنتوز. طبعا الكلام ده وحي خيال، بس هو وارد وبيحصل يعني، موجود في الكتاب عندكم، لكن الكلام ده في الاساس وحي خيال. مفيش حاجه اسمها مانوال روتيشن، تعمل روتيشن يا اما مانوال يا اما بالفورسبس، ممكن بالفنتوز لو ما الدنيا مش تمام معاه دوس زيري، يبقى اللي احنا بنستخدمه فعلا الفنتوز، لو ما جابش بنعمل ايه؟ سيزارين. لكن مانوال وفورسبس كان اسمها كيلاند فورسبس، موجوده في الكتاب وفي الشرح عادي خالص، بس يعني نواديز الكلام ده مش موجود. طيب لو الديجري اوف ديفليكشن زادت كمان اكتر، انت ما خبطتنيش بالاكسبت، انت خبطتني بالسنسبت. احنا قلنا الاكسبت كان بيلف لقدام، تمام. مين اللي خبط دلوقتي؟ السنسبت. يبقى السنسبت هو اللي هيلف لقدام، يبقى الاوكسبت هو اللي هيلف لورا. طيب هيلف ورا واحد على 8 من الدايره، تخبطني بالعكس بالسنسبت، راح الفك بالعكس. ما انت ما خبطتني بالسنسبت، انا هحرك، هخلي الروتيشن بتاع السنسبت انتيريورلي، وبالتالي الاوكسبت هيتحرك بستيريورلي، هتتحرك قد ايه؟ 8 من الدايره. يبقى ببساطه شديده جدا، ميكانيزم اوف ليبر هي السكرينه دي. طبعا السكرينه دي انا واخدها من الشرح بتاع الدكتور المندوب، كانت معايا، كنت يعني بقرا السكرينات والكلام ده. فاتمنى منكم تبقوا برضه تبصوا على فيديوهات الدكتور المندوب، لان هي فيديوهات في قمه الجمال. بس بالراحه كده هنتكلم، بقولنا احنا بنتفق على ايه؟ ان الميكانيزم اوف ليبر بتاعه الاوكسيبيتال بستيريور ده بتعتمد على كلمه اسمها ديجري اوف ديفليكشن. عندي اربع درجات من الديفليكشن، يا اما مايلد يا اما مودريت يا اما سلايت، يا اما مايلد يا اما مودريت يا اما سيفير. تمام. قلنا القاعدتين بتوعه ايه؟ كلما قلت الديجري اوف ديفليكشن، كلما قلت السيرفيس اريا كلما زادت قوه الخبط. دي اول قاعده. القاعده الثانيه بتقول تخبطني خبطه جامده راح الفك لفه جامده، تخبطني نص ونص راح الفك نص ونص، تخبط ما تخبطنيش خالص مش هلفك خالص، تخبطني بالعكس راح الفك بالعكس. هنا تخبطني خبطه جامده يبقى سلايتلي ديفليكسد، عشان نحقق الشرط الاولاني في المعادله. بتلف قد ايه؟ 3 على 8 من الدايره، بتيجي من وضع الرايت اوكسيبيتو بستيريور للدايركت اوكسيبيتو انتيريور، كام على من الدايره؟ 3 على 8 من الدايره. تخبطني نص ونص راح الفك نص ونص، بتتحرك من الرايت اوكسيبيتو بستيريور لبوزيشن اسمه ديب ترانزفيرس اريست. ديب ترانزفيرس اريست، اتحركت على قد ايه من الدايره؟ 1 على 8 من الدايره، ما تخبطنيش خالص مش هلف خالص. دي في المودريت ديفليكشن من الرايت اوكسيبيتو بستيريور، هقعد هبقى في بوزيشن اسمه بريزيستنت اوكسيبيتو بستيريور، رايت اوكسيبيتو بستيريور لبريزيستنت اوكسيبيتو بستيريور. تخبطني بالعكس بالسنسبت راح الفك بالعكس، لان السنسبت هو اللي هيتحرك في الاتجاه الامامي، يبقى الاوكسيبت هيتحرك في الاتجاه الخلفي، يبقى هيتحرك من بوزيشن اسمه الرايت اوكسيبيتو بستيريور للديب للدايركت اوكسيبيتو بستيريور. طيب دي بتدليفر في 50% از فيس تو بيوبس، وده هنعرفها بعد كده ان شاء الله، هي الفيس برزنتيشن. تمام. يبقى دي عرفنا ايه؟ عرفنا الميكانيزم اوف ليبر. نتكلم بقى نقرا مع بعض كده. النورمال ليبر دي اللي هي اللي احنا قلنا كونتينيو از نورمال في حاله السلايتلي ديفليكسد، لان احنا بنعتبرها هنا فولي فليكسد اصلا،
يبقى النورمال ليبر دي بتحصل في قد ايه اصلا؟ في 90%، بتحصل في 90% من الحالات. والابنورمال اللي هم البوزيشن اللي هو الديب ترانسفيرس ارست والبريزيستنت اوكسيبيتو بوستيريور والدايركت اوكسيبيتو بوستيريور، دول كلهم على بعض 10%. المايل ديفليكشن بتتحرك تمن من الدايره ويحصل لك حاجه اسمها ديب ترانسفيرس ارست. يبقى المايل ديفليكشن الاوكس بتخبط بتتحرك واحد على 8 من الدايره، بيحصل لك حاجه اسمها ديب ترانسفيرس ارست. المودريت فليكشن الاكسبت والسنسبت بيخبطوا في نفس الوقت، وبالتالي بيحصل لك حاجه اسمها بريزيستنت، بتحرك بيحصل لك حاجه اسمها ديب ترانسفيرس ارست. ديب ترانسفيرس ارست في اسف في المايل ديفليكشن، اسف معلش اتلخبطت في الحته دي. في المايل ديفليكشن نجيبها من الاول، المايل ديفليكشن ماشي، الاكسبت بيخبط بتتحرك على الواحد على 8 من الدايره يديك حاجه اسمها ديب ترانسفيرس ارست. في المودريت ديفليكشن الاكسبت والسنسبت بيخبطوا في نفس الوقت، وبالتالي نو حركه، مفيش حركه، فيديك ايه؟ وضع البريزيستنت اوكسيبيتو بستير. بريزيستنت اوكسيبيتو بستير ده بيمثل 3%، المايل ديفليكشن كان بيمثل 1%، ده بيمثل كام؟ 3%. تخبطني بالعكس راح الفك بالعكس، يبقى تخبطني بالسنسبت راح الف السنسبت انتيريور والاكسبت بستيريور، هديك وضع ايه؟ دايركت اوكسيبيتو بستيريور، دايركت اوكسيبيتو بستيريور. طيب ايه المشكله؟ قال لك في حاله ان الدايركت اوكسيبيتو بستيريور ده ممكن يتولد فاجينالي، لو ايه؟ لو زير از جود يوترين كونتراكشن اند نو كونتراكت بيلفس. هاويفر ايه بقى؟ ان الديب الدايركت اوكسيبيتو بستيريور ده ممكن يعمل برينير لاسريشن، لان ان الفالفا بتستندد باي ايه؟ الاوكسيبيتو فرونتال دايمتر، مش الساب اوكسيبيتو فرونتال، بالاوكسيبيتو فرونتال 11 ونص. اوكسيبيتو فرونتال كام؟ 11 ونص، لكن في النورمال كانت بالساب اوكسيبيتو فرونت. طيب المعلومه اللي انا عايزك تعرفها على السلايد دي، ان الحركه اللي النورمال ميكانيزم فيه الاوكس بتلف 3 على 8 من الدايره وتحول من البوزيشن رايت اوكسيبيتو بوستيريور للدايركت اوكسيبيتو انتيريور، اسمها لونج انتيريور روتيشن. ايه الحاجات اللي بتفيفر اللونج انتيريور روتيشن؟ والفليكسد هيد، لو الهيد احنا قلنا الديجري اوف ديفليكشن تتناسب عكس، كلما قلت الديجري اوف ديفليكشن كلما قلت السيرفيس اريا كلما زادت قوة الخبطة، فهتتحرك لل ايه؟ في اتجاه الانتيريور، والتلاتة على 8 من الدايرة لما تبقى دايركت اوكسيبيتو انتيريور وبالتالي تتولد كويس. يبقى ويل فليكسد هيد جود يوتراين كونتراكشن، يعني عايزين يوتراين كونتراكشن عشان تزق البيبي كويس على الليفيتور اناي، يبقى جود يوتراين جود بيلفيك فلور. رومي بيلفس ما عنديش، البيلفس مش ضيق، البيلفس واسع وكويس عشان الطفل يعرف يلف. نو بريماتور رابشر اوف ميمبرين، يعني الميه حوالين الطفل تبقى كويسه. تمام. كوزس اوف فيلير عكس الكوزس اوف ايه؟ اوف لونج انتيريور روتيشن، فانا مش هطول عليه. دايجنوز، تمام، انا هعمل دايجنوزس ديورنج بريجننسي لحاله اوكسيبيتو بوستيريور. دي الاوكسيبيتو انتيريور، دي الاوكسيبيتو انتيريور، الاوكسيبيت بيبقى انتيريور والطفل زي ما انت شايفه في البوزيشن ده، ده الاوكسيبيتو بوستيريور. تعال نبص واحده واحده كده. هيستوري ريليفنت ابنورمال اكزامينشن، هنعمل انسبكشن وهنعمل بالبيشن وهنعمل اسكالتيشن. بالانسبكشن كده، بالانسبكشن كده انت شايف ايه؟ السايز اوف ذا ابدومن نورمال او ايكوال السايز اوف امينوريا. طبعا انا يعني مش هقول يعني ايه سايز اوف امينوريا، لان دي حاجات احنا قطول يعني المفروض انت فاهم دلوقتي. يبقى السايز اوف ابدومن، السايز اوف ابدومن ايكوال السايز اوف امينوريا. كمان ممكن كمان يبقى اكبر من السايز اوف امينوريا لو حصل، لو في فيلير اوف انجمنت، لو الراس ما نزلتش ماشي. دي اثناء ايه؟ اثناء الولاده السايز بيبقى ايه؟ بيبقى اكبر من الامينوري، لكن خلينا في البريجننسي، ديورنج البريجننسي السايز بتاع الابدومين بتبقى ايه؟ ايكوال البيريود اوف ايه؟ اوف امينوري. تمام. الفيتال موفمنت بقى، الفيتال موفمنت بتشوفها فين؟ او بتلاحظها فين؟ في الميد لاين. فيتال موفمنت فين؟ في الميد لاين، في الميد لاين، في منطقه المنتصف، لان دي الفيتال لمس هيا، فالتالي الموفمنت بتبقى فين؟ في الميد لاين. يبقى بين الانسبكشن الابدومن السايز بتاع الابدومن ايكوال السايز اوف ايه؟ اوف امينوري، او ايكوال البريود اوف امينوري.
فيتال موفمنت بتبقى فين؟ في الميد لاين. طيب بالبالبيشن بنعمل ايه؟ بنشوف الفاندل ليفل. طبعا الفاندل ليفل اللي هو الليفل اللي فوق ده بيكوال ايه؟ ايكوال البريد اوف امينوريا. يبقى الفاندل ليفل ايكوال البريد اوف امينوريا. فاندل جريب لما انت تيجي تعمل بالبيشن للفندس هتلاقي ايه؟ هتلاقي الباك البريتش اسفيلت. يبقى الفاندل جريب باك. امبلايكال جريب هتلاقي الليمبس. امبلايكال جريب هتلاقي ايه؟ الليمبس. تمام؟ تمام. تمام؟ قلنا الامبلايكال جريب بنلاقي الفيتال ايه؟ بنلاقي الفيتال ليمبس نير الميد لاين، وبنلاقي الباك اواي فروم الميد لاين. منطقي الليمبس في الميد لاين والباك اواي فروم الميد لاين. طبعا الفيرست بيلفيك جريب طبعا نون انجيجمنت بريزنتنج بارت بيبقى ايه؟ الهيد. الفيرست بيلفيك جريب بيبقى فيه نون انجيجمنت. الفيرست بيلفيك جريب بيبقى فيه نون انجيجمنت. طبعا الكلام ده كله سرد مش مهم، كل المهم عندي الجزئيه بتاع الميكانيزم اوف ليب. تعرف ان الموست كومون كوز مثلا هو الاندرويد بيلفز. تعرف ايه السلايت اللي بيحصل فيه؟ سلايتلي ديفليكسد ومايلد ومودريت سيفي. تعرف البوزيشن. الكلام ده مهم، لكن الكلام ده مالي ورق في السكيما هتفهم. يبقى الدايجنوزس ديورنج بريجننسي بتعمل انسبكشن وبتعمل بالبيشن وبتعمل اسكالتيشن. بالانسبكشن كده ابدومينال اكزامينشن، الانسبكشن كده السايز بيكوال البريد اوف امنوريا، والفيتال موفمنت ار ايزلي ديتكتد فين؟ في الميد لاين، لان الليمبس بتبقى موجوده في الميد لاين. البالبيشن بتعمل فاندل جريب وامبلايكال جريب وبلفيك جريب. الفاندس هتلاقي فيها البريتش، الامبلايكال هتلاقي فيها الليمبس، البلفيك هتلاقي ايه؟ هتلاقي نون انجيج. تمام. تعالى بقى نتكلم على الاسكالتيشن. مهم ايه؟ ان الاسكالتيشن في الاوكسيبيتال بوستيرير بت ايه؟ هيرد في الفلانكس. هيرد ايه؟ في الفلانك. بتتسمع على الجنبيه. تمام. تمام. لكن في النورمال ليبر كانت في بتتسمع فين؟ كانت ميداوي بتوين الامبلايكس والانتيريور سوبيريور اليك سباي. لكن هنا بتتسمع فين؟ في الفلانكس. في الفلانك بتتسمع على الجنبين. يبقى الساوند بتتسمع فين؟ الهارت ساوند بتتسمع على الفلانكس. الا في الماركت ديفليكشن بتتسمع في الميد لاين. الا في الماركت ديفليكشن بتتسمع فين؟ في الميد لاين. يبقى الدايجنوزس ديورنج البريجننسي بنعمل ابدومينال اكزامينشن، بنعمل انسبكشن بالبيشن واسكالتيشن. الانسبكشن بنبص على السايز، ماشي، وبنشوف زي ما احنا قلنا كده، بنبص على السايز بنلاقي ايكوال سايز اوف امنوريا. الفيتال موفمنت بتبقى في الميد لاين. البالبيشن الفندس بيبقى فيها البريتش. الامبلايكال جريب بيبقى فيه الليمبس. البلفيك جريب بيبقى فيه ايه؟ ديلايد او نون انجيجمنت. والبريزنتنج بارت هنا عندنا ايه؟ هو الهيد. الفيتال هارت ساوند قلنا ايه؟ هيرد ان الفلانك. ان هيرد ان ايه؟ الفلانك. لكن في الاكسوبيتا انتيريور كانت بتهيرد فين؟ ميدا واي بتوين الانتيريور سوبيريور اوكليك سباين اند الامبلايكس. في الماركت ديفليكشن بقى بتتسمع في الميدل لاين. طبعا بنعمل انفستيجيشن الترا ساوند. انفستيجيشن طبعا ديورنج واحد ديورنج البريجننسي بنعمل الترا ساوند. ليه؟ عشان نكونفيرم الدياجنوزس، نقول والله اي دي فعلا اكسوبيتا بوستيريور، كونفيرم الدياجنوزس. إيه كمان؟ عشان اكسكلود الكونجينيتال اب نورماليتي والانتراتراين فيتال ديس، والاسس للبلفيك كاباسيتي عشان نشوف الام دي بعد كده ان شاء الله ممكن تولد طبيعي، لا ممكن تولد كيساري. الستيت بتاع البلفيس عامله ايه؟ يبقى الترا ساوند ديورنج البريجننسي اول حاجه تو كونفيرم الدياجنوزس، واكسكلود الكونجينيتال فيتال مالفورميشن اند انتراتراين ايه فيتال ديس، واسس البلفيك ايه كاباسيتي. ديورنج الليبر طبعا اس ديورنج بريجننسي نفس الكلام، زائد بنعمل البي في. في الايرلي ليبر، في الايرلي ليبر ايرلي ان ليبر ممكن نلاقي الاربعه بي: برولونجد فيرست ستيج، بريماتور رابشر اوف ميمبرين، بريزنتد بارت از هاي لان الانجيجمنت ما حصلش، ممكن نلاقي كمان برولابسد كورد. يبقى ايرلي ان ليبر ماشي بنعمل ايه؟ الفور بي بتاعتنا اللي هي كانت في السكيما. طبعا الكلام ده انا مش بدقق فيه قوي لان ده كل ده ان شاء الله في جزء اسمه شرح الاسكيم بتاع الابنورمال ايه برزنتيشن. يبقى ديورنج ليبر اس ديورنج بريجننسي زي البي في. طيب ان ايرلي ليبر ممكن نلاقي الاربعه بي: برولونجد فيرست ستيج، بريماتور رابشر اوف ميمبرين، بريزنتنج بارت از هاي، برلابسد كورد. طب ان ليت ان ليبر بقى نعمل كونفرميشن للدايجنوزس اند برزنتيشن ايه اند بوزيشن. نعمل كونفيرم للدياجنوزس في الليت ليبر بقى خلاص، ونعمل برزنتيشن كونفيرم دياجنوز برزنتيشن خلاص. احنا نقول ان العيان ده اوكسيبيتال بوستيريور والموضوع انتهى. طيب ازاي بقى؟ انت لو مديت ايدك بالبي في بقول لك ايه؟
وفي الفونتانيل انتيريورلي. شايف ده كده؟ انت لو مدخل ايدك بالبيفي كده هتحس الانتيريور فونتانيل، لكن البوستيريور فونتانيل اللي هيبقى بعيد عن ايدك، البوستيريور فونتانيل اللي هيبقى ايه بعيد. فانت لو داخل انتيريورلي هتلاقي الانتيريور فونتانيل هو الاقرب لك، وايه يبقى وي فيل الانتيريور فونتانيل ايه ازلي، ماشي؟ از فليكسد هيد. في الفليكسد ديفليكسد هيد احنا بين ايه بنفيل الانتيريور فونتانيل ايه ازلي. يبقى الانفستيجيشن بتاع الانفستيجيشن ديورنج البريجنسي وديورنج ليبر، والليبر بين ايرلي وليت. تمام تمام المانجمنت بتاعتك بقى. والله انت اللي يهمك، احنا مش هنتكلم في حاجه جديده بقى في الكام سلايد اللي جايين دول. المانجمنت بتاعها زي اي مانجمنت في الدنيا. انت عايز ايه؟ انت عايز الباور تبقى كويسه والميه حوالين الجنين تبقى كويسه. عايز الباور تبقى كويسه ليه؟ لان قلنا الباور دي يعني هي اللي بتعتمد على كل حاجه، اللفه بتاعت الباور بتاع البلفك فلور والباور بتاع اليوترس هم دول الاساس اصلا. لان انا لا بتحكم في الباسج ولا بتحكم في الباسج، انا بتحكم في الباور. يبقى اول حاجه ديورنج ليبر فيرست ستيج كومبيت الانرجي، اوعى تخلي العينه تبقى ايه تبقى يحصل لها انرجي، يعني تلص الباور بتاع اليوترس. ازاي؟ ببيد ريست، توفر لها هايدريشن، سيديشن، امبتي بلادر، امبتي ريكت. طبعا الكلام ده برضو كلام صف ما فيهوش جديد. يبقى انت بتعمل ايه ديورنج الليبر فيرست ستيج كومبيت الانرجي، بتعمل كومبيت الانرجي ازاي؟ بيد ريست، بيد ريست، هايدريشن، سيديشن، امبتي بلادر، امبتي ريكت. افويد بريماتور رابشر اوف ميمبرين. ازاي؟ بيد ريست، نو ستريننج، ما تخليهاش تحزق. افويد الهاي انما، ريستريكت بي في، ولو هتعمل بي في يعني بقى اعمل جينيتال بي في. اكسكلود الكفالو بلبيك ديسبروبوشن، الحوض الضيق. بي في اتريس از ذا ريست اوف ذا مانجمنت از ان ذا فيرست ستيج اوف نورمال ليبر. ولا اي حاجه، احنا بنتكلم دلوقتي هتشتغل كان نورمال ليبر. فالسكيما مهم، السكيما والنورمال ليبر مهم. يبقى احنا بنكمبيت الانرشيا وبنافويد البريماتور رابشر اوف ممبر. بنكمبيت الانرشيا، بيد ريست، هايدريشن، سيديشن، امبتي بلادر، امبتي ريك. افويد البريماتور رابشر اوف ممبر، بيد ريست، نو ستريننج، افويد هاي انما، ريستريكت البي في، ولو عاوز تعمل بي في ايه اعمل جينيتال بي في. نكمل مع بعض يا شباب. احنا قلنا السلايد اللي فاتت كنا قلنا ان احنا عملنا دايجنوزس، عملنا انفستيجيشنز، بعد كده قلنا ايه دخلنا على المانجمنت، قلنا هنعمل لها مانجمنت ديورنج البريجننسي، مش هنعمل اي حاجه ديورنج البريجننسي، مش هنعمل اي حاجه ديورنج البريجننسي، نو ثينج تو دو. طيب بعد كده ديورنج ليبر، قال لك ديورنج ليبر فيرست ستيج ولا ايه ولا سكند ستيج اوف ليبر. طيب نمشي واحده واحده. فيرست ستيج اوف ليبر هنكمبيت اجنست الانرشيا وعرفنا ازاي، وهن افويد البريماتور رابشر اوف ميمبرين وعرفنا ازاي، وهن اكسكلود الكفالو بلفيك ديسبروبوشن بالبي في. بقيه الحاجات زي الفيرست ستيج اوف نورمال ليبر. يبقى دي اول حاجه في المانجمنت ديورنج البريجننسي، مش هنعمل حاجه ديورنج ليبر فيرست ستيج. هنكمبيت الاجنست انرشيا بريماتور رابشر اوف ميمبرين وهن اكسكلود الكفالو بلفيك ديسبروبوشن. خش على تاني حاجه وهي السكند ستيج. طيب السكند ستيج فيها ايه مهم؟ فيها الكلمتين دول مهمين. بيقول لك ويت فور 2 ل 3 اور، ماشي، ديورنج الايه ذيس بيريود اوبزرفيشن اوف ذا ماذر اند فيتس، واديها اوكسيتوسين دريب تراي تو هيلب لونج انتيريور روتيشن. السكند ستيج بيقول لك اهدى، ماشي، واعمل حط الام والام والطفل تحت الملاحظه، واعمل لها ارتفيشال ده حاجات تعمل لها طلق صناعي وتزود الباور بتاع اليوترس، ماشي، وايه دي كلها حاجات بتساعد اللونج انتيريور روتيشن. يبقى ويت من 2 ل 3 اورز، دي اول حاجه. تمام تمام السكند ستيج دي الاحتماليه بتاعتك ايه بقى؟ الاحتماليه بتاعتي هي الميكانيزم اوف ليبر، ان في 90% من الحالات هيحصل لونج انتيريور روتيشن، والطفل هيتحرك 3 على 8 من الدايرة، هيلف 3 على 8 من الدايرة في جوه البلفس، ويتحول من الاوكسيبيتو بوستيريور يا رايت يا ليفت لدايركت اوكسيبيتو ايه انتيريور. يبقى في 90% اوف ذا كيسز الاوكسيبيت روتيت 3 على 8 من الدايرة والطفل بتولد عادي. في 6% من الكيسز الاوكسيبيت روتيت ايه 1 على 8 من الدايرة،
and can be delivered spontaneously or with a with aid اللي هو الابزيوتوم. فاكر قلنا لو لف على 1/8 من الدايره دي بنسميه الديب ترانسفيرس ارست، والديب ترانسفيرس ارست قلنا ده if not engaged بيتولد بالسيزيريان سيكشن. طيب لو انجيجد ممكن نعمل له روتيشن يا اما مانوال يا اما فورسبس يا اما فنتوز، وقلنا المانوال والفورسبس مش موجودين دلوقتي. الموجود دلوقتي ايه؟ الفنتوز. كل الكلام اللي انا بقوله هنا اهو ديب ترانزفيرس ارست 90% من الحالات ماشي الاوكس بتهيلف 3/8 من الدايره ويتحول من رايت اوكسيبيتو بوستيريور لرايت اوكسيبيتو ايه انتي للدايركت اوكسيبيتو انتيريور، او هيلف تمن واحد من الدايره وهيتحول وهيبقى في البوزيشن بتاع الديب ترانزفيرس ارست ماشي. وده لو انجيجد، اف نوت انجيجد لازم تعمل له سيزيريان سيكشن. طيب لو انجيجد ايه ممكن؟ ممكن تلف عن طريق مانوال يا اما فورسبس يا اما فينتوز. نتكلم نرجع للكلام اللي احنا كنا بنقول الفيد بتاعك. طيب ان 6% اوف كيسز الاوكس بت ايه روتيت بوستيرير 1/8 من الدايره فيست بيوبس اند هيد كان بي ديليفرد سبونتينوسلي باي ذا ايد اوف فورسبس. طيب ده ايه ده ال 6% اللي هو ده التاني ده 6% من الكيسز الاوكس بت هيلف ويمت ورا ماشي وهيبقى ايه فيست بيوبس فيست بيوبس. طيب لو تفتكر كنا في الميكانيزم اوف ليبر قلنا ان الفيست بيوبس دي كان بي ديليفرد فاجينالي في حاله لو في جود يوترين كونتراكشن اند كونتراكت بيلفيس هاويفر البرينير ليسريشن اوكر لان هو نازل بالاوكسيبتو فرونتال دايمتر. هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك عادي، بيقول لك ان 6% من الكيسز الاوكس بتروتيت بوستيريور بيبقى دايركت اوكسيبتو بوستيريور فيست بيوبس اند الهيد كان بي ديليفرد ايه؟ سبونتينوسلي اور ويز ايه؟ ايد اوف الفورسبس. بس في الحالات دي لازم تدو ابيزيوتومي. ليه بقى؟ لان الفالفا ديستندد باي ايه الاكسبتو فرونتال دايمتر. احنا قلنا الاكسبتو فرونتال دايمتر ده طويل جدا لكن في النورمال ليبر بيبقى سب اكسبتو فرونت، يبقى الفالفا ديستندد باي الاكسبتو فرونتال دايمتر اوفر ستريتش اوف برينيوم باي لارج ايه باي لارج اكسبت. يبقى بالراحه كده السكند ستيج بقول لك استنى وشوف الدنيا هتمشي ازاي. هو هل في 90% من الحالات ماشي في 90% من الحالات الاكسبت هيلف 3/8 من الدايره ماشي وهيتحول من البوزيشن بتاع البستيريور لدايركت اكسبت انتيريور والطفل هيتولد عادي والطفل هيتولد عادي خالص. يا اما رقم 2 6% من الحالات الاكسبت هيلف 1/8 من الدايره بس بستيريورلي ودي في حالات الماركد او السيفير ديفليكشن بتاع الهيد والطفل ممكن يتولد فاجينالي بس انت بتحتاج هنا تعمل جينيروس اوبزيوتومي لان الفالفا بتبقى ديستندد باي ايه الاوكسيبتو فرونتال دايمتر وكمان بيبقى فيه اوفر ستريتش اوف البرينيه. طب في 4% من الكيسز يو ماست انترفير بايه بقى؟